السلام عليكم، معكم عاصم مياس من مجموعة دور. اليوم لدينا مشروع فيلا لعميلنا في أستراليا. حاليا تم الانتهاء من تصنيع جميع البضائع وسوف نقوم بتحميلها وشحنها إلى العميل اليوم. حاليا أنا في المخازن الخاصة بمجموعة جورج، سوف أريكم بعض القطع الجاهزة والتي سوف تشحن اليوم في هذه الحاوية. هذه بعض الأدوات الخاصة بالحمامات، يوجد فيها أيضا الأرقام التسلسلية الخاصة بالقطع، وهذه بعض القطع التي في داخل هذه الكراتين. كما ترون بجانبي هنا يوجد العديد من البضائع والجاهزة للشحن. طبعا البضائع التي تحتوي في عليها هذا المشروع وهي السلالم، السيراميك، الرخام، الأثاث المنزلي، أثاث الحمامات وأثاث المطابخ. تعالوا معي لأريكم بعض البضائع الموجودة في الحاوية. انتهت حلقة اليوم، يرجى دعمنا بالإعجاب، مشاركة الفيديو، تفعيل جرس التنبيهات والتعليق في حال وجود أي استفسارات. إلى اللقاء.